البناء في الحروف، يعني يكفي أن نعلم أن هنالك بناء في الأسماء وأن البناء كذا. وإذا عرفنا مثلا أن الضمائر تكون مبنية، أسماء الشرط تكون مبنية، الأسماء الموصولة وكذلك أسماء الإشارة إلا كذا وكذا هذه تكون مبنية، الأسماء التي تكون مختومة، الأعلام التي تكون مختومة بوي فإنها تكون أيضا مبنية على الكسر، وكذلك ما كان من أعلام الأعلام المؤنثة على وزن فعال كحذام فإنها تكون مبنية أيضا على الكسر، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وكذلك ما يتعلق بالأفعال من ماض ومضارع وأمر، وكذلك ما يتعلق بالبناء في الحروف. ثم بعد ذلك تأتي التفصيلات إن شاء الله تبارك وتعالى التي مرت مجملة في محلها وتستقر إن شاء الله جل وعلا، فالأمر قريب. رحمة الرحمن الرحيم، البناء في الحروف، الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية سواء كانت حروفا عاملة أم كانت حروفا مهملة. العاملة هي التي تؤثر فيما بعدها من الأسماء والأفعال رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما. حروف الجر تجر الاسم الذي تدخل عليه، ولها معاني من إلى، في، عن، على، اللام والكاف والباء، كل حروف الجر مبنية لأن الحروف كلها مبنية سواء كانت عاملة يعني تؤثر فيما دخلت عليه أم كانت مهملة أي لا تؤثر فيما دخلت عليه. حروف الجر تجر الاسم الذي يليها كلها مبنية. الحروف الناسخة هي التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ المبتدأ والخبر، تحولهما إلى اسمها وخبرها، إن، أنك، أن، لكن، ليت، لعل، حروف ناسخة كلها مبنية. الحروف الناصبة للفعل المضارع كلها مبنية، أن، لن، كي، لام التعليل، حتى، فاء السببية، إذن، كلها مبنية. الحروف الجازمة للفعل المضارع كلها مبنية، لم، لما، لأن هي ولام الأمر إلى آخرها. حروف العطف كلها مبنية، الواو وثم والفاء وأو وأم وبل ولكن ولا. حروف الاستفهام الهمزة وهل. حروف النفي ما، لا، لن، كلها مبنية أيضا. فهذه جملة سريعة فيما يتعلق بالحروف، وراءها بسط يأتي في محله إن شاء الله. مرة ثانية، تنقسم الكلمات إلى معربة ومبنية. المعرب من الكلمات ما يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام أو في الجملة. المعرب قد يكون اسما وقد يكون فعلا مضارعا. المبني من الكلمات هو ما لا يتغير شكل آخره بتغيير وضعه في الكلام، وقد مر التمثيل بهؤلاء، فتقول هؤلاء الشعراء مجددون، إن هؤلاء الشعراء مجددون، لهؤلاء الشعراء شعر حسن. فهؤلاء وإن اختلف موقعها في الجملة باختلاف العوامل التي دخلت عليها إلا أنها تلزم حالة واحدة لا تتغير وهي الكسر، لأنها مبنية على الكسر. المبني قد يكون اسما وقد يكون فعلا، أما الحروف فكلها مبنية. الحروف كلها مبنية، بل إن الذي يبنى من الأسماء مثلا إنما يكون مبنيا لمشابهته للحرف، لأن الأصل في الحروف أنها مبنية، فالحروف كلها مبنية، فما أشبه الحرف أخذ حكمه من البناء، فما أشبه الحرف كان مبنيا أيضا.
فالمبني قد يكون اسما وقد يكون فعلا، قد يكون اسما وقد يكون فعلا، وأما الحروف فكلها مبني. المبني من الأسماء، ما هي المبنيات من الأسماء؟ الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 واثنتي عشرة، فإن الجزء الأول من 12 واثنتي عشرة معرب ويعرب إعراب المثنى، وأما الجزء الثاني فمبني على الفتح، وما عدا 12 واثنتي عشرة فإنه يكون مبنيا على فتح الجزئين. فالأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 واثنتي عشرة من المبنيات، وهو مبني على فتح الجزئين. بعض الظروف حيث أمس الآن إذ، إذا، ما ركب من الظروف أيضا مبني، أضف هذه إلى ما مر، كما تقول ليل نهار صباح مساء بين بين يوم يوم، تقول مثلا يعمل الرجال ليل نهار، وتقول تظهر الآيات في الآفاق صباح مساء، وتقول يلتحم الجيشان المتقاتلان ويكثر القتلى بين بين، فما ركب من الظروف فهو مبني أيضا، كليل نهار صباح مساء بين بين. ما جاء من الأعلام المؤنثة على وزن فعال كحذامي وقطامي، ما ختم من الأعلام بلفظ ويه كخمار ويه وسيب ويه ونفط ويه، فهذه الأعلام كلها مبنية على الكسر. هذه المبنيات، المبنيات من الأسماء هي عشرة أقسام كما ترى. وأما المبني من الأفعال فهو الفعل الماضي، الأمر مطلقا، المضارع في حالتين، هذا تقريب لجمع الشتات. المبني من الأفعال الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني، الأمر مطلقا مبني على ما يجزم به مضارعه، والفعل المضارع يبنى، لأن الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، ولكنه يبنى في حالتين. متى يبنى الفعل المضارع؟ إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيل. إذا اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة وهي المشددة، وأما الخفيفة فالساكنة. إذا اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه حينئذ يبنى على أي شيء؟ على الفتح. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولا تحسبا، ولا تحسبن الذين قتلوا، فهذا فعل مضارع وهو مبني على الفتح، لأنه اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة. تقول لا أحافي ظن على العهد، وكذلك إذا اتصل بنون النسوة تقول المسلمات ينشئن أولادهن تنشئة صالحة، ينشئن أولادهن تنشئة صالحة. المبني من الأفعال هو الفعل الماضي، والأمر مطلقا، والمضارع في حالتين، إذا اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وإذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة. أسماء الأفعال كلها مبنية، أسماء الأفعال كلها مبنية،
واسم الفعل كما هو معروف الذي يعطي معنى الفعل، ولكنه لا يقبل علامة من علامات، فيقال له اسم فعل. فاسم الفعل ما تضمن معنى الفعل ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل. يعني عندما تقول هيهات هيهات، يعني بعد بعد، فأعطى معنى الفعل ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل. وكذلك عندما تقول صه، يعني اسكت، فأعطى معنى الفعل ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل، فهذا اسم فعل أمر. كما تقول دراكي دراكي، أو حذاري حذاري، إلى غير ذلك من أسماء الأفعال. فاسم الفعل ما تضمن أو أعطى معنى الفعل ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل. أسماء الأفعال كلها مبنية، أسماء الأفعال كلها مبنية. هيهاتا اسم فعل مبني على، اسم فعل ماضي مبني على الفتح. عندما تقول آهن اسم فعل مضارع مبني على الكسر، آهي. تقول عليك أو أمامك اسم فعل أمر مبني على الفتح. وكذلك دراكي اسم فعل أمر مبني على الكسر. فأسماء الأفعال كلها مبنية. أما أحوال البناء فالكلمات المبنية هي التي لا يتغير شكل آخرها بتغير التراتيب، بل يلزم المبني من الكلمات حالة واحدة من السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر. هذه أحوال البناء. فتكون في الأسماء والأفعال والحروف أحوال بناء الاسم، من الأسماء ما يبنى على السكون، ومن الأسماء ما يبنى على الفتح، ومن الأسماء ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الكسر. من الأسماء ما يبنى على السكون مثل أنا، هذا، هذا مبني على أي شيء؟ على السكون. الذي، من، التي، متى، كم، إذ، إذا، كل هذه الأسماء مبنية على السكون. من الأسماء ما يبنى على الفتح، أنت، أين، كيف، الآن، خمسة عشر، مبني على فتح الجزئين. وكذلك ما كان من الظروف مركبة، صباحا، مساء، كل هذا مبني على الفتح. فإذا الأسماء منها ما يكون مبنيا على السكون، ومنها ما يكون مبنيا على الفتح، ومنها ما يبنى على الضم، مثل نحن، حيث، مبني على الضم، ومنها ما يبنى على الكسر، حذامي، أمسي، هؤلاء، هذه، أنت، مبني على الكسر. الفعل له أحوال في البناء أيضا، وتختلف حالات بناء الفعل بحسب نوع. الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصلت به ماذا؟ تاء الفاعل، مثل أقسمت بالله لأجتهدن، أقسمت، أقسم، لما اتصلت به تاء الفاعل بني على السكون، أقسمت بالله لأجتهدن. نا الفاعلين، مثل أعددنا أنفسنا للجهاد في سبيل الله. نون النسوة، وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء. تقول حفل التاريخ الإسلامي بأنواع عظيمة من البطولات، حفلا، إذا اتصلت به تاء التأنيث. نالت المرأة حقوقها في ظل الإسلام، وتاء التأنيث ساكنة ولكنها هنا متحركة، لما تحركت؟ نالت المرأة، نالتي، نالت المرأة، حركت لالتقاء
الساكنين. تقول نالت المرأة حقوقها في ظل الإسلام. إذا اتصل بي ألف الاثنين تقول الرايتان رفرفتا في أجواز الفضاء، العلمان رفرفا في أجواز الفضاء، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، الأصل آمن وعمل فعل ماض مبني على الفتح، ولكن اتصلت به واو الجماعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. تقول المسلمات يسجلن نشاطا مبهرا في الدعوة إلى الله. يسجلن مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا، كما مر في قوله تعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. صحيح الآخر يعني ليس آخره حرف علة، مثل اجعل، فتقول اجعل لنفسك مثلا أعلى تترسم خطاه، فيبنى على السكون اجعل إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. أو إذا اتصل به نون النسوة تقول الطالبات اشتركن في مجموعة الدعوة إلى الله جل وعلا. الطالبات اشتركن مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة. يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. اصبرن على الشدائد فإنها صانعة الرجال. اصبرن على الشدائد يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتلة الآخر، كقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد مر أن فعل الأمر يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه، ففعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا كان المضارع مجزوما وعلامة جزمه السكون، ففعل الأمر يكون مبنيا على السكون، وكذلك في سائر هذه الأمثلة. يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين. اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى للصبا وأيام أنسي. اذكرى اتصلت به ألف الاثنين، فعل أمر اتصلت به ألف الاثنين، فحينئذ هو مبني على حذف النون، لأن يذكران من الأفعال الخمسة، عندما يجزم بحذف النون. إذن الفعل الأمر منه يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه، مضارعه يجزم بحذف النون، فهذا مبني على حذف النون. اذكرى ليصبا وأيام أنس. إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى أيضا على حذف النون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا، أو اتصلت به ياء المخاطبة، يكون مبنيا أيضا على ماذا؟ على حذف النون. لماذا بني على حذف النون؟
أن المضارع يكون مجزوما بحذف النون. ولما هو مجزوم بحذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. وما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. اسم الفعل يكون كما مر مبنيا دائما. من أسماء الأفعال ما يكون مبنيا على السكون مثل صه ومه، اسم فعل أمر مبني على السكون. منه ما يبنى على الفتح مثل هيهات شتان سرعان، ومنه ما يبنى على الكسر مثل حذاري وإيه وآه. فهذه كلها أسماء وأفعال وهي مبنية على أي شيء؟ مبنية على الكسر. ما هي أحوال بناء الحرف؟ من الحروف ما يبنى على السكون، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الكسر. فمن الحروف ما يبنى على السكون مثل إن ولن ولم وهل وعن وأو، ومنها ما يبنى على الفتح مثل إن أن ثم، ومنها ما يبنى على الضم مثل منذ. ومن الحروف ما يبنى على الكسر كباء الجر ولام الجر. أما أحوال الإعراب، فأحوال الإعراب في الأفعال والأسماء المعربة هي الرفع والنصب والجر والجزم، ولكل منها علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية. علامة الرفع الأصلية ما هي؟ الضمة. فتقول مثلا معدنك صالح لا يصدأ الذهب، يصدأ الذهب، يصدأ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الذهب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لا يصدأ الذهب. فعلامة الرفع الأصلية الضم. علامة النصب الأصلية هي الفتحة. تقول إن الرجل الحازم لن يتهور. إن الرجل، الرجل اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتحة. إن الرجل الحازم نعت للرجل فهو منصوب وعلامة النصب أيضا الفتحة. إن الرجل الحازم لن يتهور. يتهور فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة. إذن علامة النصب الأصلية هي الفتحة. علامة الجر الأصلية هي الكسرة. تقول لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. لكل جواد، فكل مجرورة باللام وعلامة الجر الكسرة. جواد مجرورة لأنها لكل جواد لأنها مضافة لكل وعلامة الجر الكسرة أيضا. ولكل سيف النبو. علامة الجزم الأصلية هي السكون. تقول لم تتوقف جهود الدعاة إلى الله طرفة عين. لم تتوقف، فتتوقف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون. فعلامة الجزم الأصلية هي السكون. إذن ما هي علامات الإعراب الأصلية؟ الضم في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون في حالة الجزم. أما علامات الإعراب الفرعية فقد مر أن المثنى وهو ما دل على اثنين أو اثنتين فإنه عند الإعراب لا يعرب بالعلامات الأصلية وإنما يعرب بالعلامات الفرعية. فالمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسر. إذن ما هي علامة إعراب المثنى؟
يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ما المثنى؟ كل كلمة دلت على اثنين أو اثنتين، أن يكون مثنى مذكر ومثنى مؤنث. يعني تقول مسلم، مسلمان، مسلمين، ومسلمة، مسلمتان، مسلمتين. فكل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده فهو مثنى. كيف يعرب المثنى؟ يعرب المثنى بالألف نيابة عن الضمة في حالة الرفع، وبالياء نيابة عن الفتحة في حالة النصب، وبالياء نيابة عن الكسرة في حالة الجر. عندنا أيضا جمع المذكر السالم. وما هو جمع المذكر السالم؟ ما دل على أكثر من اثنين نقول أو اثنتين، كما قلنا في المثنى. لماذا لا نقول؟ لأنه مذكر. وأما في جمع المؤنث السالم فنقول ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد. وأما في جمع المذكر السالم فنقول جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كما في قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإن جندنا لهم الغالبون. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله اشترى من المؤمنين. جمع المذكر السالم. الاسم يجمع جمع مذكر سالما بزيادة واو ونون على مفرده في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. ما هي طريقة إعراب جمع المذكر السالم؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرد. إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف يجمع المؤنث جمع مؤنث سالما؟ يزاد على آخر المفرد ألف وتاء، فتقول مثلا ظفرت المجتهدات بالجائزة. إذا كان آخره تاء يعني المعلمة، المعلمة، هل نثبت هذه التاء مع ما نأتي به من ألف وتاء؟ فتقول المعلمة عند جمعها جمع مؤنث سالما تكون المعلمتات، أم تحذف؟ تحذف. إذا كان آخره تاء حذفت. المعلمات يستقبلن الأطفال بحنان الأمومة. الاسم الصحيح لا يحدث في آخره تغيير إذا جمع جمع مؤنث سالما، ولكن المقصور والممدود والمنقوص يحدث فيه عند الجمع تغييرات. كيف يعرب جمع المؤنث السالم؟ يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة وينصب ويجر بالكسر. الأسماء الستة ما هي؟ أب وأخ وحم وفو وذو وهنو. كيف تعرب؟ ترفع الأسماء الخمسة بالواو. ترفع الأسماء الخمسة بالواو. تقول أبوك أبر الناس بك، أخوك من واساك في الشدة، حموك أبو زوجتك،
تقول لا فض فوك، وتقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فترفع الأسماء الستة في حالة الرفع بالواو وتنصب بالألف. إن أباك أبر الناس بك، إن أخا الحرب اليقظان ذو الحيلة، كأن حماك أب لك، صنفاك عن لغو القول، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. إذا كنت ذا رأي، فذا هنا بمعنى صاحب، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. فتنصب بالألف وتجر بالياء. كم لأبيك من أياد عليك، كم لأبيك مجرورة بالياء. المؤمن مرآة أخيه، لحميك البر مكانة أبيك. زن القول قبل أن تلفظه من فيك. كن عونا لذي الحاجة. فكيف تعرب الأسماء الستة؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولكن متى؟ إذا توفرت الشروط، أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة. تعرب هذه الأسماء الستة: أب، أخ، حم، وفو، وذو، وهنو. تعرب هذه الأسماء الستة هذا الإعراب، لأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. تعرب هذا الإعراب إذا توفرت الشروط. ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأسماء الستة لتعرب إعراب الأسماء الستة؟ ما هي الشروط؟ أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة غير مصغرة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. وهنالك شرط يختص بذو وحدها، وهي أن تكون بمعنى صاحب، لأنها يمكن ألا تكون بمعنى صاحب، فتكون اسما موصولا. فبئري ذو حفرت وذو طويت. فبئري ذو حفرت، أي فبئري الذي حفرت، وذو أي والذي طويت. فبئري ذو حفرت وذو طويت. فلا بد أن تكون ذو بمعنى صاحب. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأسماء الستة لتعرب إعراب الأسماء الستة؟ أن تكون مفردة، يعني لا مثناه ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة غير مصغرة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. هنالك أيضا ما تكون فيه علامات إعراب فرعية. الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف قسمان كبيران فيما يتعلق بالمنع من التنوين، لأن الصرف هنا بمعنى التنوين. فالممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين، لأن الاسم منه ما هو مصروف ومنه غير مصروف، منه ما هو منون ومنه ما هو غير منون. أحوال منع الصرف فيما يتعلق مثلا بالعلم: يمنع العلم من الصرف في ستة مواضع. أن يكون علما مؤنثا، فالعلم المؤنث ممنوع من الصرف: مكة، دمشق، عائشة، سعاد، حمزة، معاوية. أن يكون علما مؤنثا.
لأن المؤنث يمكن أن يكون مؤنثا حقيقيا ويمكن أن يكون مؤنثا لفظيا، فمعاوية وحمزة هذا مؤنث لفظي لأنه لمذكر لا لمؤنث في الحقيقة، حمزة رجل ومعاوية رجل، ولكن هذا العلم بصيغته اللفظية مؤنث، حمزة معاوية، أن يكون علما مؤنثا، أن يكون علما أعجميا، إذا كان علما أعجميا مثل إدريس، إبراهيم، يعقوب، إسرائيل، فهذه كلها أعلام أعجمية وهي ممنوعة من الصرف، يعني لا تجدها منونة. أن يكون علما مزيدا في آخره ألف ونون، كما في مروان، عثمان، فعثمان ممنوع من الصرف. بعض الناس يقرأ يقول إن عثمانا كان من الخلفاء الراشدين، عثمان لا تنون، لماذا؟ لأنه علم مزيد في آخره ألف ونون، فعثمان وعدنان وغسان وعفان ومروان كلها أعلام قد زيد في آخرها ألف ونون، فهي ممنوعة من الصرف. أن يكون أيضا العلم على وزن الفعل كأحمد، يزيد، ينبع، تدمر، يثرب، فهذه الأعلام كلها وما كان على شاكلتها على وزن الفعل ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف لعلتين في كل ما مر، للعلمية ووزن الفعل، للعلمية وزيادة الألف والنون، للعلمية مع العجمة، للعلمية مع التأنيث. أن يكون علما مركبا تركيبا مزريا، حضر موت، بعلبك، بور سعيد، بور توفيق، إلى آخر هذه الأعلام التي ركبت تركيبا مزريا فهي ممنوعة من الصرف. كذلك إذا كان العلم على وزن فعل كعمر وزفر وزحل وقزح وجحا، فكلها ممنوعة من الصرف للعلمية مع العدل أو للتقريب، لأنها على وزن فعل كعمر، على وزن فعل، العلمية والعدل، فهاتان علتان. وتمنع الصفة من الصرف أيضا في ثلاثة مواضع، أن تكون صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا كعطشان، مؤنث هذه الصفة عطشان مؤنثها عطشا، جوعان جوعة جوعة، ريان ريا، فإنه كالحوت يصبح عطشانا وفي فمه البحر، إنه كالحوت يصبح عطشانا وفي فمه البحر، يعني مثل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فهؤلاء الواحد منهم كالحوت يصبح عطشانا وفي فمه البحر لا يرتوي أبدا. وأنت تقول لا أبيت شبعانا وجاري جوعان، فإذا كانت صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، أن يكون صفة على وزن أفعل أفضل أحسن أعظم أخضر أبيض، فهذه كلها ممنوعة من الصرف. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن مجرورة بأي شيء، قل أحسن، هذه صفة على وزن أفعل فهي ممنوعة من الصرف، وقد دخلت عليها الباء وهي غير مضافة ولا هي مقترنة بأل، فإذا تجر بأي شيء بالفاتحة، فتقول كما قال الله عز وجل فحيوا بأحسن، بأحسن منها أو ردوها، وتعجب تقول بأحسن، الباء هذه لم تفعل شيئا في أحسن، لا فعلت لأنها مجرورة بالفتحة لأنها غير مضافة وغير مقترنة بأل، وهي صفة على وزن أفعل فهي ممنوعة من الصرف. كذلك
أن يكون صفة من الألفاظ الآتية كأحاد وموحد وثناء ومثنى إلى عشار ومعشر، لفظة أخر جمع أخرى ممنوعة من الصرف أيضا. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى، يمنع الاسم كذلك من الصرف إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، سلمى بشرى حبلى، وإذا كان مختوما بألف التأنيث الممدودة حسناء صحراء شعراء أطباء، إذا كان على صيغة منتهى الجموع كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، فقل قنابل مدافع صحائف صواحب أو مصابيح أساطير قناديل، فتقول العلماء مشاعل، لما لم تقل مشاعل؟ العلماء مشاعل على طريق التقدم، لما لم تقل مشاعل؟ لأن مشاعل ممنوع من الصرف لعلة واحدة قامت مقام علتين، لأنها على صيغة منتهى الجموع، وتقول العلماء كما شاعل على طريق التقدم، العلماء كما شاعل، لما لم تقل كما شاعل؟ لأنها ممنوعة من الصرف وهي غير مضافة وغير مقترنة بأل، فيكون جرها بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، فيرفع الممنوع من الصرف بالضمة وينصب ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إذا كان مجردا من أل والإضافة. هذه القاعدة لو حفظتها إن شاء الله هان عليك باب الممنوع من الصرف جدا في حالة الإعراب. فالممنوع من الصرف يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا كان مضافا أو مقترنا بأل، فإذا أضيف أو اقترن بأل فإنه يكون مجرورا بالكسرة على الأصل. فمتى يجر الممنوع من الصرف بالفتحة نيابة عن الكسرة؟ في حالة من حالتين: إذا كان غير مضاف وغير مقترن بأل، أما إذا كان مضافا أو كان مقترنا بأل فإنه يجر بالكسرة على الأصل. الاسم المنون قد يعرض له ما يحذف تنوينه كأن تدخل عليه أل، يعني مثلا عندما تقول أنت مستشار فينا فكن مؤتمنا، فالمستشار مؤتمن، أنت مستشار فينا فكن مؤتمنا، أنت مستشار، هذه منونة أنت مستشار، إذا أدخلنا عليها أل هل يمكن أن ننونها؟ لا ننونها. إذا قلنا المستشار لا تقل المستشار، وتقول لماذا تمنع من الصرف؟ هذه كلمة لا تمنع من الصرف لأنها غير ممنوعة من الصرف، لكن إذا دخلت عليها أل فإنها لا تنون وتقول المستشار مؤتمن. كذلك إذا وقع الاسم المنون المصروف مضافا فتقول المصلحون رواد في المجتمع، رواد في المجتمع، فرواد منونة. إذا قلت المصلحون رواد المجتمع لا تنون لأجل الإضافة، لأن عند الإضافة تحذف أشياء، لا ينون الاسم الذي يكون منونا عند الإضافة، كما في هذا المثال المصلحون رواد المجتمع، وأما إذا خلا من الإضافة فإنه ينون على الأصل المصلحون رواد في المجتمع. كذلك عند الإضافة في مثل قول الله تبارك وتعالى ثبت يدا أبي لهب وتب، وتذكرون القصة عندما كان أب يقرئ ولده سورة المسد وعنده صاحب عاقل يسمع ويرى، وكان الولد
صاحب سليقة اللغوية، والأب كان كذلك، ولكنه كان يتبع الأصل الذي هو النص. تبت يدا أبي لهب وتب، فكان يقف على يدا، فكان الولد يثبت النون وهو يعمل على رأسه العصا، قل تبت يدا، والولد يقول تبت يدان على الأصل، ولا يدري أن إضافة ستأتي، يقول تبت يدا وهو يقرعه بالعصا، الولد يقول تبت يدان، فقال له صاحبه وكان عاقلا يا أخي صل، فقال قل تبت يدا أبي لهب، فنطقها الولد. يستطيع أن ينطق الخطأ. المعرب والمبني من الأسماء، إذا قلت أرض، سماء، نبات، أخضر، فهذه مجموعة من الكلمات وكلها مبنية، لأن كل واحدة من هذه الكلمات يتغير آخرها بدخولها في جمل مختلفة. فكلمة أرض في قولك أرضنا طيبة، إعرابها وشكل آخرها يختلف عن قولك نفدي أرضنا الإسلامية بكل غال، وهذا يختلف عن قولك نعيش كراما على أرضنا. فهذه المجموعة من الكلمات وهذا المثال من تلك المجموعة، كلها يتغير آخرها على حسب اختلاف العوامل الداخلة عليه. وأما أنت وهذا والذي ومتى، فهذه الكلمات مبنية، الكلمات الأولى معربة وهذه الكلمات مبنية، لأن شكل آخرها ثابت لا يختلف ولا يتغير مهما دخلت في جمل مختلفة. فكلمة هذا في قول الله تعالى هذا بلاغ للناس، وفي قوله تعالى إن هذا لرزقنا، وفي قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، فكلمة هذا وقد اختلفت في هذه الآيات الكريمات واختلف موقعها فيها، إلا أنها تلزم حالة واحدة. فهذه الكلمة من تلك المجموعة من الكلمات مبنية. فإذا الكلمات كما ترى يمكن أن تلزم حالة واحدة لا يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة ولا بتغير العوامل الداخلة عليها، فهي مبنية. وإذا تغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليها فهي كلمة معربة. متى يبنى الاسم ومتى يعرب؟ يبنى الاسم إذا أشبه الحرف. متى يبنى الاسم؟ متى يصير الاسم مبنيا بمعنى أنه يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه؟ متى يصير الاسم كذلك؟ متى يصير مبنيا؟ إذا أشبه الحرف. فيصير الاسم مبنيا إذا أشبه الحرف. وأنواع الشبه أربعة: الشبه الوضعي، وضابطه أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين من حروف الهجاء فيشبه الحرف حينئذ. أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين من حروف الهجاء، مثل قم تو، فتاء اسم موضوع على حرف واحد، قم تو، جئت، رأيت، هذه التاء
كما ترى موضوعة على حرف واحد، وهي اسم مبني لشبهه بالحرف، لأن الحروف منها حروف مكونة من حرف واحد، منها حروف مكونة من حرف واحد كلام الجر وهائه، وكذلك واو العطف وفاؤه، فهذا كما ترى فيه شبه من الحرف، التاء هنا أشبهت الحرف، من الحروف ما هو موضوع على حرف واحد، وهذه التاء حرف واحد، فأشبهت من حيث الوضع الحرف فصارت مبنية، لأن سبب البناء في الأسماء أن يشبه الاسم الحرف، فإذا أشبه الاسم الحرف أي صار شبيها بالحرف صار مبنية. وأول وجوه الشبه بين الاسم والحرف الشبه الوضعي بأصل الوضع اللغوي، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين، والحروف منها ما هو موضوع على حرف ومنها ما هو موضوع على حرفين وغير ذلك أيضا. ولكن هنا إذا كان الاسم موضوعا على حرف أو حرفين من حروف الهجاء فقد أشبه الاسم الحرف شبها وضعيا، أي على حسب وضع اللغة في أصلها، فما في التاء قمت جئت أتيت، فهذه التاء حرف واحد وهي اسم، فأشبهت الحرف الموضوع على حرف واحد كلام الجر وهائه، وكذلك كواو العطف وفائه. وقد يكون الاسم موضوعا على حرفين فيشبه الحرف أيضا، كما في قم نا، فنا شبيهة بالحروف الموضوعة على حرفين مثل ما ولا وقد وبل. مثل ابن مالك رحمه الله تعالى للشبه الوضعي باسمي جئتنا، فالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، وهما التاء جئت ونا، في اسمي جئتنا، الاسمان في هذه الجملة جئتنا، هما التاء جئتا نا، التاء ونا. فقال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، كلاهما اسم مبني، التاء ونا اسم مبني، الأول فاعل والثاني مفعول به، جئت نا، التاء فاعل ونا مفعول به. الضمائر كلها بنيت قياسا على ما ثبتت له هذه المشابهة منها، أنا، نحن، أنت، أنتم، هم، هن. فإذا إذا أشبه الاسم الحرف من حيث أن الاسم يكون موضوعا على حرف أو حرفين من حروف الهجاء فإنه حينئذ يكون مبنية، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، أي التاء ونا. هذا أول أنواع الشبه بين الاسم الذي يكون مبنيا لمشابهته للحرف في أصل الوضع والحرف، وهو المعروف بالشبه الوضعي، يعني في أصل الوضع اللغوي، فيكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء أو على حرفين مثلنا، فيشبه الحرف الذي يكون حرف هجاء واحد كما في لام الجر وهائه، وكذلك في واو العطف وفي فائه، فيشبه الحرف لأنه موضوع على حرف واحد من حروف الهجاء، أو يكون موضوعا على حرفين اثنين من حروف الهجاء كنا. وقد جمع هذا وهذا ابن مالك في قوله الشبه الوضعي في اسمي جئتنا،
التاء ونا، فالتاء فاعل جئتا، ونا مفعول به، والتاء ونا مبنيان، اسمان مبنيان. لما؟ لأنهما أشبها الحرف شبها وضعيا، يعني في أصل الوضع اللغوي. قد يكون الشبه بين الاسم المبني والحرف شبها معنويا، ضابط ذلك أن يجيء الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف، سواء أوضع لهذا المعنى حرف أم لم يوضع له حرف، لكن كان يستحق أن يوضع له حرف وإن لم يوضع له. من الأسماء التي تحقق لها الشبه المعنوي بحروف موجودة الاسم متى، لأنه يرد كالآتي، يأتي للشرط: متى تواتك الفرصة تغتنمها، متى تواتك الفرصة تغتنمها. فمتى هنا للشرط قد أشبهت الحرف إن، لأنه يحمل معنى الشرط أيضا، إن تأتك الفرصة تغتنمها، متى أشبهت إن شبها معنويا، يعني من حيث المعنى، وهذا حرف موضوع للشرط وهو إن. كذلك للاستفهام، أي تأتي متى للاستفهام أيضا، كقوله تعالى: متى نصر الله. فمتى هذا الاسم أشبه همزة الاستفهام، لأنها تحمل هذا المعنى أيضا وهو الاستفهام: متى نصر الله. الهمزة التي تكون للاستفهام يكون المعنى بينها وبين متى متطابقا، هذه للاستفهام وهذه للاستفهام، فأشبهتها من حيث المعنى. من الأسماء التي تحمل شبها معنويا لحرف غير موجود، يعني لم يوضع في العربية ذلك الحرف لذلك المعنى، وكان حقه على حسب الظاهر أن يوجد، كلمة هنا، هذه الكلمة تحمل معنى الإشارة، هنا تحمل معنى الإشارة، وهذا المعنى الذي هو الإشارة من المعاني العامة كالتنبيه والخطاب والتمني والترجي، وقد وضعت لهذه المعاني حروف مثل ها للتنبيه، ومثل الكاف للخطاب، وليت للتمني، ولعل للترجي. فالإشارة كانت تستحق أن يوضع لها حرف كغيرها من هذه المعاني، تنبيه والخطاب والتمني والترجي، ولكن لم يوضع لها حرف، أي للإشارة كغيرها من المعاني، فلم يرد للإشارة في اللغة هذا الحرف الذي يدل على الإشارة. فكلمة هنا تحمل معنى الإشارة، فأشبهت في المعنى حرفا كان المفروض أن يرد في اللغة. فإذا يستخلص من هذا التعليل بناء الأسماء الآتية: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وهذا كله للشبه المعنوي لحرف هو موضوع في اللغة موجود، أو لحرف غير موجود في اللغة كما يتعلق بالإشارة، فإن التمني والتردي كل ذلك له، وهي معان لها حروف: تنبيه، ها، التمني، ليت، الترجي، لعل، هذه المعاني موضوع لها حروف في اللغة. الإشارة ليس لها حرف موجود في اللغة، فهنا هذا الاسم أشبه الحرف الذي كان ينبغي أن يكون موضوعا للدلالة على الإشارة، أي على معنى الإشارة، كما أن الترجي كمعنى، وكذلك التمني والتنبيه، وضع لكل من الحروف ما يدل عليه: ها للتنبيه، ليت، هذا الحرف موضوع للتمني،
لعل هذا الحرف موضوع للتردي. الإشارة أين الحرف الذي وضع لها وهي معنى من هذه المعاني أو كهذه المعاني؟ لم يوضع لها في اللغة حرف، فهنا أشبهت من حيث المعنى لأنها للإشارة، تقول هنا هي من حيث المعنى أشبهت حرفا هو غير موجود في اللغة، كان ينبغي أو كان من المفروض أن يوضع في اللغة للدلالة على معنى الإشارة، كما وضع للتنبيه حرف يدل على هذا المعنى، وكما وضع للتمني وللترجي أيضا. وقد يكون الحرف موجودا ويكون الشبه المعنوي قائما أيضا بالنسبة للاسم المبني، مثل متى كما مر، متى تأتيك الفرصة تغتنمها، فأشبهت إن، أشبهت الحرف إن وهو للشرط، وكذلك تكون للاستفهام متى نصر الله، فأشبهت الحرف الموضوع وهو الهمزة للاستفهام، فأشبهت الحرف من حيث المعنى. إذن الاسم يمكن أن يشبه الحرف من حيث الوضع اللغوي، فيكون موضوعا على حرف أو على حرفين، فالشبه الوضعي في اسمي جئتا، فالتاء اسم ولكنها موضوعة على حرف واحد، فأشبهت من الحروف ما هو موضوع على حرف واحد، وهي ها هنا فاعل جئتا. ونا موضوعة في أصل اللغة على حرفين، فأشبهت ما هو موضوع من الحروف بأصل الوضع اللغوي على حرفين كعن ومن إلى آخره، فأشبهت هذا الحرف الموضوع في أصله على حرفين من حروف الهجاء، فهذا شبه وضعي بأصل الوضع. وقد يكون شبها معنوي كما في بناء متى، لما هي مبنية، لما تكون متى مبنية، لأنها تكون إذا جاءت للشرط كما مر مشبهة لإن كحرف شرط من حيث المعنى، وكذلك تكون مشبهة للهمزة التي هي للاستفهام إذا جاءت للاستفهام كما في قوله تعالى متى نصر الله. فهذا كله إنما هو يتعلق بالمعاني، يتعلق بالمعاني. وهذا الذي يتعلق بالمعاني في متى سواء كانت للاستفهام أم كانت للشرط لشبه بحرف هو موضوع وموجود في اللغة أصلا، وقد لا يكون الحرف موجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.